كما أن لأبناء حضرموت عادات وتقاليد يرحبون فيها بشهر رمضان المبارك، لديهم أيضا طقوسا في توديعه، ومن بينها الشامية، وهي تقليد رمضاني تشهده الحارات القديمة في المكلا وبعض مدن المحافظة في اليومين الأخيرين من الشهر الكريم. هذه العادات تسمى عادة الشامية عندنا بالمكلا، وهي تجرى نهاية كل شهر رمضان توديعا لشهر رمضان الكريم، وهي عادات شامية قديمة انتقلت إلى اليمن هنا. وتتمحور فكرة الشامية أو الورق كما تسمى في بعض مناطق وادي حضرموت في قيام المسحرات بجمع أطفال الحارات والقيام بترديد الأهازيج الشعبية ودق الطبول وترديد الأبيات الفرائحية المختلفة والتختيم للأطفال حديثي الولادة لتشمل ترديد الأدعية لهم بالسلامة وطول العمر والصلاح، ليتحصل المسحرات بعدها على الهبات والعطايا من أهل المولود وأقربائه. 50 سنة هنا في العمل هذا، وهذه الشامية التي يقولون عليها إنها وقعت في الشام، وبعد إجدادنا وأبانا ورثناها نحن ومشينا على مسيرها، وأنا أشتغل بهذا من شأن هذه البراعم والأولاد والأطفال، فتصبح هذه الشامية عيدهم، هذا العيد السعيد، هذا العيد المبارك. وما شاء الله حسب ما تشوفون الأطفال من كل مكان، نحن نأتي من مناطق بعيدة عشان نحضر الشامية ونشوفها عند بيتنا، فنتمنى من الله أنها تستمر جيلا بعد جيل وتكون تتطور، يعني تواكب التطور أكثر من كذا إن شاء الله. الشامية التي تقول بعض الروايات أنها نقلت من بلاد الشام منذ عقود طويلة وأسمت بها تمثل بالنسبة للكثيرين إحدى أبرز المظاهر الفرائحية، ليبقى الأمل في أن تقوم السلطات الثقافية في المدينة بالاهتمام بها والحفاظ عليها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.